هذا كان نصيب كل واحد مجتهد فيه. بالفعل مشاهدينا الكرام، ننقل الميكروفون لزملائي في ميدان الشهيد للتعليق على مجريات هذا السباق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجدد لكم التحية وأرحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات المميزة والجميلة بأشواط الرموز بهذه الفترة الصباحية، بانطلاقة ثالث أيام هذا المهرجان الكبير والحدث الهام. مشاهدي الكرام، رابع الأشواط والشوط الثنائي القعدان، رئيسي أبناء القبائل، هناك كأس تنتظر عند خط النهاية، بالإضافة إلى سيارة مقدمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، له جزيل الشكر والامتنان لدعمه المتواصل لأحياء التراث لآبائي والأجداد، له الدعم المتواصل لهذه الرياضة العريقة. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، انطلقت هذه الرحلة المتواصلة مع هذه الشعارات اللامعة والمتميزة بانطلاقة 8 كيلومترات. الشوط كاس يا مضمري، الكاس تنتظر، والشوط الرئيسي مشتد منذ البداية، مولع منذ البداية، المقدمة والصدارة بهذه اللحظات، هناك المقدمة بهذه المنافسة، متعب مع حربي بن حمد بن هيان العامري يتقدم مع متعب على مقدمة الشوط. المركز الثاني مشاهدي الكرام، هناك موفق، هناك هملون لناصر بن محمد بالعود المنهالي ينطلق بهذه تحديات المركز الثاني، النقلة مباشرة بهذه المنافسة على المركز الثالث، شاهين لمسعود بن ناصر المكسور ينطلق بهذه اللحظات مع ثالث المراكز وثالث التحديات بهذه المنافسة، بهذه المنافسة والتحديات المشرفة على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدي الكرام، ينطلق معوض بشعار أبناء دولة الكويت، أغنيم العنقود الضفيري ينطلق مع شعار الإبداع، ينطلق مع شعار التميز والإبداع بهذه اللحظات مع معوض على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدي الكرام، هناك موفق لعلي بن مانع بودواس العجمي ينطلق ويشارك ويتواجد بهذه اللحظات بموقع المنافسة على خامس المراكز بتحديات موفق الذي انطلق بهذه اللحظات مع خامس المراكز. مشاهدي الكرام، هذه النتيجة مشاهدي الكرام للخمس المراكز الأولى المسيطرة بهذه اللحظات والمتنافسة على هذا الكاس الذي ينتظر عند خط النهاية. أعود مع المقدمة والصدارة ما زالت مع متعب لحربي بن حمد بن هيان العامري يتواصل بهذه اللحظات على مقدمة الشوط بهذه المنافسة بهذه التحديات. ما زال هو القائد لهذه المسيرة، لمسيرة هذا الشوط. المركز الثاني مشاهدي الكرام، ينطلق شاهين بهذه اللحظات لمسعود بن ناصر المكسور المري ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث، وصل بهذه اللحظات هملول لناصر بن محمد بالعوضي المنهالي يتواصل بهذه اللحظات على المركز الثالث وينطلق بتحديات هذا الشوط مع ثالث المراكز. المركز الرابع مشاهدي الكرام، النقلة مباشرة بهذه اللحظات مع غنيم العنقود الضفيري، من يقدم لنا معوض بهذه المنافسة بهذه التحديات المثيرة والجميلة على رابع المراكز. مشاهدي الكرام، المركز الخامس ينطلق موفق ما زال على المركز الخامس، ينطلق بشعار دولة الكويت على المركز الخامس. علي بن مانع بودواس العجمي يقدم لنا موفق بهذه المنافسة بهذه التحديات المثيرة بهذه الانطلاقة المميزة على المركز الخامس. مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام الثانية للخمس المراكز الأولى بالوفاء والتمام لشوط الكاس، للشوط الرئيسي للثنيان القعدان، لهذه الخبراء الذي تواجدوا وانطلقوا بهذا الشوط مع طموح وآمال خط في هذا الكاس بهذا الشوط. مشاهدينا الكرام، أعود مع الصدارة، أعود مع متعب مع مقدمة الشوط، حربي بن حمد بن هيان العامري يتقدم بهذا
هذه المنافسة يتقدم على مقدمة الشوط، يتصدر الجموع المشاركة والمنطلقة بهذا الشوط. متعب على الصدارة، متعب ما زال هو القائد لحربي بن حمد بن هيان العامري، ينطلق مع هالهير على مقدمة الشوط مركز الثاني. مشاهدي الكرام، هناك شاهين بهذه اللحظات ينطلق مشاهدي الكرام مع المركز الثاني، مع مسعود بن ناصر المكسور بهذه المنافسة ينطلق شاهين بتحديات المركز الثاني، المركز الثالث. مشاهدي الكرام، هناك يصل بهذه اللحظات يصل هملول لناصر بن محمد بالعوذ المنهالي، يتقدم على المركز الثالث بهذه المنافسة بهذه التحديات المثيرة. المركز الرابع وصل موفق مشاهدي الكرام مع رابع المراكز علي بن مانع بودواس العجمي، ينطلق بهذه اللحظات ينطلق بتحديات المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدي الكرام معوض ما زال متواصل بموقع المنافسة بموقع التحدي على خامس مراكز غنيم العنقود الضفيري، يتواصل هذا الخبير بهذا التحدي المثير بشوط الكاس الذي دائما يحضر الأشواط الرئيسية. غنيم العنقود الضفيري يتواصل مع المركز الخامس مع معوق. إذن مشاهدينا الكرام، معوض على المركز الخامس، هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى بالوفاء والتمام، كاملة مكملة للخمس المتواصلين بهذه المنافسة، للخمس العمالقة المتواجدين بتحديات هذا الكاس بهذا التحدي بهذا الإبداع التميز بهذا الانطلاق الجميل. هناك متعب ما زال على صدارة الشوط، ما زال هو القائد لمسيرة هذا الشوط، ما زال يتقدم حربي بن حمد بن هيان العامري ويقدم لنا متعب على صدارة الشوط. المركز الثاني شاهين تحديات المركز الثاني لمسعود بن ناصر المكسور، ينطلق مع المركز الثاني مع تحديات أهالي الشحانية، يتواصل مع المركز الثاني شاهين بتحديات هذا الكاس. المركز الثالث مشاهدي الكرام هملول يتواصل بتحديات المركز الثالث لناصر بن محمد بالعوضي المنهالي، ينطلق بتحديات المركز الثالث وأهالي الوثبة متواصلين بهذه المنافسة وبهذه التحديات. مركز الرابع مشاهدي الكرام وصل موفق يا مضمرين، وصل موفق بهذه المنافسة، وصل موفق بهذا الإبداع لعلي بن مانع بودواس العجمي، ينطلق بشعار دولة الكويت، ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدي الكرام، هناك معوض لغنين العنقود الضفيري، ما زال أبو محمد يتواصل، ما زال الخبير يتواصل بهذا المسار، يتواصل بتحديات معوض. على المركز الخامس مشاهدي الكرام، الخمس ما زالت متواصلة بتحديات هذا الكاس، بمنافسة هذا الكاس. انقضت مشاهدي الكرام 5 كيلومترات وبقيت 3 كيلومترات، 3 كيلو تحدي، 3 كيلو إبداع، 3 كيلو تميز. ومتعب ما زال مع المقدمة، ما زال يتقدم متعب حربي بن حمد بن هيان العامري على مقدمة الشوط، يتقدم بهذه المنافسة، يتقدم بهذا الإبداع، يتقدم بهذا التميز منذ انطلاقة 8 كيلومترات، فهو القائد لمسيرة هذا الشوط. ما زال متعب مشاهدي الكرام على المقدمة، وشاهين يصل بهذه اللحظات على المركز الثاني لمسعود بن ناصر المكسور، ينطلق مع المركز الثاني مشاهدي الكرام، يتواصل بتحديات أهالي الشحانية. المركز الثالث مشاهدي الكرام وموفق يقير ويحتل المركز الثالث لعلي بن مانع بودواس العجمي، يتواصل هذا الخبير بهذا المسار بهذا التحدي بهذا الإبداع والتميز الأخير. مشاهدينا الكرام، المركز الرابع مشاهدي الكرام ينطلق هملول بهذه التحديات مع ناصر بن محمد بالعوض المنهالي، ينطلق ويتواصل بتحديات المركز الرابع مشاهدي الكرام. المركز الخامس بهذه اللحظات وصل المهيب، يا سلام، اول نداء للمهيب المرشح الاقوى بهذا الشوط ناصر مبارك بن فهيد العجمي، ينطلق بتحديات المهيب على المركز الخامس بهذه اللحظات، اول نداء للمهيب الذي وصل بتحديات
تحديات المركز الخامس. اذا المشاهد الكرام وصل بهذه اللحظات عذرا المشاهد الكرام، ولكن بذيع المركز السادس هناك غيث لحمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي ينطلق مع المركز السادس بهذه اللحظات. اعود مع المقدمة، اعود مع الصدارة، اعود مع التميز، اعود مع الابداع، ومتعب ما زال متعب المشاركين ما زال على مقدمة الشوط. حربي بن حمد بن هيان العامري يتقدم بهذه اللحظات مع متعب على صدارة